بصي السؤال ده انجي انت سمعتيني برد عليه كذا مره. هذا الموضوع يرجع لهم هم، انما ده مش معناه ان احنا عندنا قصور في المطارات، ولازم نبقى حازمين في هذا الموضوع عشان احنا اوقات اللي ايه اللي بنقلل من قيمتنا شويه. مطاراتنا موجود فيها جنسيات مختلفه، مطاراتنا بتشوفها تفتيشات من مختلف دول العالم، وده طبيعي على فكره، ده مش غير طبيعي. من يرى ان لديه الاراده السياسيه وال عايز اقول السياسيه خلينا نقول زائد القدره على اتخاذ القرار بان هو يعود لشرم الشيخ بالذات، اهلا وسهلا بيه، واحنا على استعداد ل استقباله، وطول عمرنا احنا مضيافين وبنحب الناس وبنحب السياح واحنا بلد سياحي. انما ان احنا في حاجه من عندنا المفروض تتعمل علشان خاطر يعني حد يرجع يطير تاني، مفيش. ولو ظهر حاجه احنا يعني موجودين في المجال ده علشان الدنيا بتتغير ومستعدين نطور نفسنا، بس الى حين ما يجي حد يقول ان لديكم شيء عايز يتطور فاحنا على مستوى عالي جدا، وقد يكون اعلى من اماكن كتيره جدا موجوده حوالينا في المنطقه.